بجد حقيقة من جديد لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، فوز مهم جدا الحقيقه، وزي ما قلنا توقيت صعب، تلاحم كبير جدا للمباريات، ما بتلحقش ان انت تصحح اخطاء، تحضر في وقت قليل، بتعمل ريكفري، امور عديده جدا الحقيقه بتتطلب مجهود كبير سواء على المستوى الاداري المستوى الفني، لكن كالعاده كل الامور دي هنتكلم فيها مع الكابتن خالد بيبو. اللي حابين نقول حاجه في البدايه، يعني بعد محاولات كبيره جدا ان احنا نكلم الكابتن خالد بيبو لان الفرقه مقفول عليها بشكل كبير، لكن الحقيقه كابتن خالد بيبو كالعاده مشكور ان تواجد معانا، بنوجه لك كل الشكر كابتن خالد في البدايه، وبنحيي اللعيبه على الاصرار الكبير المعتاد بيه والتزامهم الكبير جدا ان انت عاوز تلم نقاط بشكل كبير جدا، عارفين ان الفرقه مقفول عليها بس انت معانا، حاول تطمنا وتطمن كل جمهور النادي الاهلي حاله اللعيبه ازاي والامور ماشيه ازاي يا كابتن؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا المكسب كان بالنسبه لنا كان كويس في فتره، طبعا كلها كل يومين مباراه، فانت بتحاول ان انت بقدر الامكان تجمع نقاط في التوقيت ده. مكسب الحمد لله كويس، 3 نقاط مهمين في مشوارنا، ونتمنى ان شاء الله الفتره الجايه كده نقدر نحافظ على المكسب ان شاء الله لغايه ما نخلص بطوله الدوري ان شاء الله. تلاحم صعب جدا، بتحتاج تحضير ذهني وفني وبدني، وكمان بيبقى عندك اصابات يا كابتن خالد في منتصف هذه الازمه، عندك عمر كمال، عندك تاو، وعندك عدد من اللعيبه، سكواد رائع ومميز مع فريق النادي الاهلي، بيتطلب ايضا من مستر كولر ان هو يختار التوليفه والتشكيله. النهارده التوليفه والتشكيله كانت اكثر من رائعه، المباراه اللي جايه ممكن تشوف شكل تاني، هي دي القيمه الكبيره جدا للسكواد الرائع مع فريق النادي. اكيد طبعا انت بتلعب كل يومين وعلى طول الثالث بتلعب مباراه، فطبيعي جدا ان انت محتاج كل اللعيبه معاك تبقى جاهزه، وده السكواد بتاع النادي الاهلي يعني، فكل لعيب يقدر ان هو ينزل ويشتغل وياخد دوره ويؤدي بشكل كويس. والمهم في التوقيت ده اللي هو الثلاث نقاط طبعا مهمين جدا بالنسبه لنا في مشوارنا. اللعيبه كلها جاهزه طبعا، حتى اللعيبه المصابين بتعمل معاهم شغل كويس جدا، دكتور احمد جاب الله والفرقه بتاعته كلها، التاهيل والتدليك والعلاج الطبيعي بيعملوا شغل قوي جدا عشان اللعبه تقدر ترجع بسرعه. وكمان يعني وسام كان مصاب وراجع جاهز على طول، بياخد فتره طويله في الجيم، ده الشغل اللي احنا كله شغالين عليه، ان يبقى اللعيبه جاهزه في اقرب وقت، اللي يتصاب ما ياخدش فتره طويله ويرجع جاهز عشان يقدر يخش على طول في الجيم يعني. يمكن الغلق الاعلامي للاعبين ده قرار رائع يا كابتن خالد في ظل هذا التوقيت، يمكن الجمهور بيحاول ان هو يسمع حسين الشحات مان اوف ذا ماتش يتكلم، لكن الحقيقه احنا بنحييكم على هذا القرار، لان فتره التركيز في الوقت القليل ده كابتن خالد محتاج قرار اداري مهم ان انت تقفل على اللعيبه، وده اللي حاصل يا كابتن خالد. والله لا احنا بس المشكله ان احنا مش عايز نخش في اي تفاصيل في الفتره دي، كل اللي احنا بنفكر فيه ان احنا عندنا مباريات كتيره ورا بعض، مش عايز اللعيبه تخش في اي تفاصيل ملهاش اي لازمه، ما بيبقى في وقت ان احنا اللعيبه تقدر تتكلم والدنيا تبقى سهله، بنتكلم طبعا، مفيش جيم مفيش مباريات مفيش ضغط مباريات، ممكن اللعيبه تاني هتقدر تتكلم، وهيبقى عن يعني اللعيبه من حق الجمهور انه يسمع اللعيبه ويشوفهم ويبقى دايما بيطمن عليهم، بس كل وقت هنبقى بنحدد طريقه الشغل هتبقى ماشيه ازاي. اللعيبه دلوقتي في فتره تركيز اكتر، ويعني برضو الكلام برضو متعب في التوقيت ده، فاحنا مركزين والناس كلها بتشتغل بشكل كويس جدا، تمرين كويس جدا، والمباراه الحمد لله بناخد ال3 نقاط، فان شاء الله نتمنى ان احنا نفضل مكملين بالقوه دي. وانا عارف ان ضغط المباريات صعب جدا علينا وعلى جمهور النادي الاهلي وعلى جهاز فني، طبعا ما بيلحقش طبعا يعني، يا دوبك الاستشفاء هو اللي شغال عليه جمل صغيره حاجات صغيره، بس طبعا اللعيبه يعني بقى احنا شغالين من اول السنه، بقى احنا 10 شهور شغالين، فطبعا يعني الشغل كله متحفظ ومش محتاج ان حاجات صغيره روتوس صغيره بتعملها على طول، انما الحمد لله احنا كل همنا هو ال3 نقاط في التوقيت ده، وطبعا اداء للنادي الاهلي، ما ينفعش ان هو يبقى بيدور على ال3 نقاط بس، جمهور النادي الاهلي من حقه يستمتع بلعيبه النادي الاهلي، من حقه يستمتع بالاداء الجيد مع ال3 نقاط، فاحنا ده طبعا معادله صعبه في ظل التوقيت ده طبعا، انما بس احنا بنجتهد وبنعمل اللي علينا وان شاء الله نقدر ان احنا نسعدهم طول الوقت. شكرا، ربنا يخليك يا رب. كل الشكر والتقدير والتحيه الحقيقه للكابتن خالد بيبو على هذه التصريحات، ان شاء الله باذن الله المباراه القادمه بنفس المعنويات بنفس الاصرار بنفس الدوافع الكبيره ان شاء الله باذن الله يكون 3 نقاط من نصيب النادي الاهلي.